تقطع، عادت مرة أخرى للغرافة، منقولة، في متابعة، في محاولة في الطرف الأيمن، غرفاوية، هجوم داخل منطقة الجزاء، فرصة للتسديد. الله الله الله، جول. ويبعد عن أو يفرق عن الجيش 3 نقاط طبعا بانتظار طبعا مباراة الأخرى طبعا الجيش اللي يلعب حاليا أيضا من أمام نادي الوكر. هذه كرة أمامية، محمد رزاق، مرورة بشكل سليم، فرصة للثاني، جول رزاق، الهدف.